كتقول لك بأن فرنسا اقترحت أنها تدير وساطة ما بين المغرب والكابرانس، وقالت فرنسا بأنها عندها الوثائق، عندها الأوراق باش تضغط على الكابرانس. فرنسا بغات تفرض شروط على المغرب، والمغرب ما بقاش يقبل الشروط. المغرب مغرب آخر. المغرب وفرنسا وإسرائيل، المعلومات اللي تنشرات أو سربت كتقول لك بأن فرنسا اقترحت أنها تدير وساطة ما بين المغرب والكابرانس، وقالت فرنسا بأنها عندها الوثائق، عندها الأوراق باش تضغط على الكابرانس. عندها الأوراق، هذه العبارة، عندها مين تشاد الكابرانس. يعني اللعبات هي الوساطة، غادي تكون فيها نتائج لأن عندها مين شاد الكابرانس. مزيان، وهذه المسألة يقال بأنها تناقشت مع المغرب، ولكن بالمقابل فرنسا بغات تفرض شروط على المغرب، والمغرب ما بقاش يقبل الشروط. المغرب مغرب آخر. بغات تفرض واحد الشروط على المغرب. شنو هي الشرط؟ قالت المغرب ودي تقوم بعملية تجميد التعاون العسكري والأمني، اسمعوا مزيان، التعاون العسكري والأمني مع إسرائيل. التسريبات تقول على أن وزيرة خارجية فرنسا حينما أتت إلى المغرب اقترحت على ناصر بوريطة إلغاء العلاقات العسكرية المغربية الإسرائيلية، في المقابل سوف تقوم فرنسا بلعب دور الوساطة مع حضيرة الجزائر، واقترحت أيضا حصر العلاقات المغربية الإسرائيلية في الميدان السياسي والتجاري فقط أو الاقتصادي مع إلغاء الجانب العسكري. طبيعة الحال هذه نفس التسريبات متابعينا الكرام اللي كنا سمعناها أيضا قبل أشهر من حضارة الجزائر، اللي كانوا كيقولوا هما اللي كيسربوا هاد التصريحات، هما اللي عفوا اللي كيسربوا هاد التسريبات وكيحاولوا يردوا عليها هما على أساس أنهم ما باغينش الوسطة مع المغرب. ولكن وكتقول المغرب خلي العلاقات الاقتصادية والتجارية وغيرها. حسب معلومات، علاش مشات فرنسا لهذه المسألة؟ شوفوا فرنسا كيفاش كتفكر وكيفاش كتستعمل الورقة ديال الكابرانات باش كتتفاوض مع المغرب، وكيبان لكم المغرب في موقع قوة إقليمية صاعدة. اليوم كوطنيين وكوطنيات بأن الحقيقة ديال الأمر، الحقيقة ديال الأمر وهو أنه ما تقبلوش أن بلادنا فضل جلالة الملك تكون قوة صاعدة إقليمية، ما تقبلوش أن بلادنا تقول لا حنا ما عندنا علاقة مع فرنسا، حنا عندنا الاستقلال القرار ديالنا وتنقروا بنفسنا حسب التصورات ديالنا والمصالح ديال بلادنا. حنا عندنا شراكات مع كل الدول، حنا مزيانين مع فرنسا، مزيانين مع إسبانيا، مزيانين مع الولايات المتحدة، مزيانين مع الصين، مزيانين مع الهند، مزيانين مع روسيا، مزيانين مع كل القوى العظمى، ولكن حاجة واحدة، حنا نقولوا لا لتضر المصالح ديالنا. هاد فرنسا ما دير ليه بمعنى صافي. هاد المسألة مين جات ديال القضية ديال العلاقة، علاش العلاقات المغربية الإسرائيلية وحتى العلاقات المغربية الأمريكية تقلق فرنسا؟ المعلومات كتقول لك ودي بان الجيش الفرنسي كان دار واحد المناورات مع الجيش المغربي في المنطقه الشرقيه. لاول مره منذ 10 سنوات عادت الطائرات العسكريه الفرنسيه الى التحليق في الاجواء المغربيه، ويتعلق الامر بمناورات التبادل الجوي المغربي 2022 التي انطلقت في 16 مايو الجاري وتستمر حتى 27 منه، وهدفها تعزيز التعاون الأمني بين الجيشين المغربي والفرنسي. وزارة الدفاع الفرنسية وصفت الحدث بالتاريخي، كما أشارت إلى أن المناورات تعد فرصة لتعزيز التعاون مع المغرب. ندير واحد المناورات السنة الماضية، هذه المناورات خلات المخابرات العسكرية الفرنسية تكتب واحد التقرير الى الرئيس الفرنسي. سمعوا مزيان اش كتقول لي هنا، قال لك التقرير شنو فيه؟ كتقول لي بان الجيش المغربي راه ولا في نفس الدرجه بحال الجيش الفرنسي،
إن لم يكن أنه تجاوزوا الجيش المغربي ولا بنفس القوة ديال الجيش الفرنسي وراه تجاوز الجيش الفرنسي. هذه المخابرات العسكرية قال لهم بأنه راه المغرب جيش مغربي ولات عنده تكنولوجيا عسكرية متطورة جدا بحال ديال الدول الكبيرة، وأكثر من هذا خبرة كبيرة جدا. هادو بمعنى أنهم لمسوها في الميدان، لأن المناورات يكون فيها الاحتكاك. لهذا الفرنسيون هنا بدأ القلق ديال فرنسا من التطور العسكري ديال والتكنولوجيا العسكرية اللي كيمتلك المغرب، واللي هي جات نتيجة ماذا؟ نتيجة داك التحالف اللي كاين مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل. عن سبل توطيد التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل دار النقاش على هذه الطاولة بين بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي وأبرز القيادات العسكرية المغربية. أفكار كثيرة طرحت في اجتماع الهدف منه التأسيس لعلاقات أمنية أكثر متانة والانتقال بالتعاون الدفاعي إلى آفاق أرحب. كنعرفوا المسألة تطور كبير في السنوات الماضية، وهنا بالمناسبة المناورات كانت جرت قربة الحدود، جرت في المنطقة الشرقية ثم وهنا فهموا الكبرانات رسائل أخرى وسولوا فرنسا، ولهذا كان خرج ديك المعلومة اللي كانت قالت بأن فرنسا واش فرنسا كتعطي السؤال اللي كان طرحه صحفي إسرائيلي طرحه على رئيس فرنسي، قال لي واش كتعطوه معلومات على جيش مغربي كتعطوه على الكبرانات، قالوا بدي لا هادشي ما كاينش وكذا. هي دابا الامور هنا كتبان حسب هاد التسريبات كتقول بانه المغرب ما اهتمش بهاد المساله اللي قالت فرنسا وما عطاها حتى اشاره، بالعكس المغرب بقى متمسك، باش نفهموا الازمه مزيان، متمسك بهذه القضيه بان على فرنسا انها تخرج من المنطقه الرماديه في قضيه الصحراء المغربيه وانها تاخذ موقف ايجابي. والى صحيفه العرب تعنون المغرب يطالب فرنسا بمغادرة المنطقة الرمادية في قضية الصحراء. تقول الصحيفة رسائل مباشرة وصريحة وجهها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى فرنسا لتخرج من المنطقة الرمادية وتعلن موقفها الواضح والصريح حيال الصحراء الغربية. ما تبقاش في ذاك الموقف اللي كان، بمعنى تمشي للاعتراف. المغرب بقى في هذه النقطة، ما تمشي في ذاك الشيء اللي قالت فرنسا. إذن هنا هذا جانب خر اللي خصو يتقرا من الجوانب ديال الأزمة، لأنه يبدو بأن الأزمة الفرنسية المغربية فيها بزاف ديال الجوانب. هذا جانب آخر.